سي. دور الناحية وصلنا؟ طب يعني انا ادعي عليك ان انت تفضل مخنوق دايما؟ ليه كده بس؟ حرام عليك. ما هو كل مره هتكون مخنوق هتعدي عليا وهتخرجني خروجه حلوه كده، يبقى ربي يديمها نعم. طب يا ست من غير خنقه، فيك عليا الايام اللي جايه تبقى سعاده وراحه بال بس. لا مش هو بس. امال ايه كمان؟ أنا وأنت بس. طب نجيب شوية ناس بس كده يبقوا معانا حتى يونسونا. لا مش عايزة حد، أنا وأنت وبس. أحلامك يا وامر. تصبح على خير. كرمة، ايه انت نزلت ليه؟ بحبك. انا كمان. تصبح على خير. مش أثر. يلا نبلغ المعلم غنيم. بلغ البوليس، حد بلغ عبير بيه. شيف وفوق جاهز حمله وحصلني على مجموعة دي فورا. Thank you.
بلاش هنام، بلاش بلاش دم الامور اللي بتحمل قلبهم عشان ينفذوا لنا طلباتنا وترجع البنت. بلاش يلا يلا يا هنام. زعلتني. يلا واحنا ردينا عليها بعد كده مشيوا وفضلنا مستعدين بس محدش فيهم رجع. الله، تفتكر عملوا كده ليه يا طارق؟ مش عارف اعمل ايه، شكلهم كده كانوا بيعملوا تمويه، لفتوا نظرنا هنا عشان يعملوا حاجه في حته تانية. اكيد يا فندم. كلم مين يا طارق؟ بكلم نورهان. نورهان ليه يا طارق؟ انت قلقان من حاجه؟ نورهان ما بتردش مع ان احنا سايبينها صحي. يبقى اكيد كان التمويه عشان يعملوا عمليه عندك في الفيلا عامل بيه. شريف حصلني بقوات على الفيلا عامل بيه فوق. حاضر يا فندم. يلا يا يعني هتفتح المكتب من بكره؟ باذن الله. وهسميه اكرم ماكنتوش. وبعد كام سنه يبقى شركه كبيره قوي. جدع يا اكرم. وانا حاسه والله ان ربنا هيكرمك. هيكرمنا مع بعض يا ميرفت. بس لازم تكوني جنبي ساعه الافتتاح. ما دام صدقت تبقى تستحقها. ويلا بينا بقى عشان تروحني، عشان ابقى معاك من بدري. بجد؟ يا روح قلبي. يلا. بجد؟ راكن فين؟ هناك اهو. طب يلا بينا. لا يا حبيبتي. الدنيا برد عليكي. انت خليكي هنا والعربية هتجيلك لحد عندي. تنزلي زي البرنسيسة. لا لا لا، أنا مش واخدة على الحنية الجامدة دي. من هنا ورايح هتشوفي حنيتي بجد. طب يا سيدي لما نشوف. ثواني وهرجع لك. على فكرة، ها أنت هتوحشيني في الكام ثانية دول. بطل نحنحة بقى ويلا روح جيب العربية، الجو برد. مش بتنحنح والله. أنا فتح الزداد. إيه؟ أكرم؟ فين؟ أنا مستشفى. طيب طيب. أنا جاي حالي. أكرم.
خلاص هنكمل حياتنا مع بعض. مش مصدق. وانا كمان يا حبيبي بجد مش مصدقه نفسي، مش مصدقه ان انا اخيرا اقنعتك. ايه ده؟ فتحي طمن عليا، ما هو عارف ان انا مسافر دلوقتي. ثانية واحدة. يا فتحي. ايوه انت، بقول لك ايه؟ انت فين؟ في المطار ايه؟ سيب كل حاجة دلوقتي وارجع. ارجع انت وارجع. وروح روح لأكرم في مستشفى الهرم دلوقتي حالا. عمال أسرج للكلب. لا أنا مش هينفع أروح عشان القطر أنا في المزرعة المحاصر. ها؟ ما تقلقش عليا، المهم تروح لأكرم وتطمن عليه. يلا. خلاص حاضر. هروح واطمن عليه. مهم انت بس يا فتحي خلي بالك على نفسك. مع السلامه. تروح فين ولمين؟ ماهر احنا خلاص قربنا نوصل للمطار. وبعدين احنا مش اتفقنا ان احنا ننسى كل حاجه عشان نعرف نكمل مع بعض؟ ولا انت خلاص بقيت غاوي تروح للخطر والموت برجليك؟ حتى لو هموت يا ليلى، حتى لو هموت انا مصيري خلاص ارتبط بمصير الناس دي. ما ينفعش اسيبهم ابدا. وانا يا ماهر
ايوه كبير، اعرف فتحة الغندور واللي معاه. البيت معانا في الحفظ والصون. هو ده الشغل يا غنيم، عفارم عليك. عايزك انت والرجاله بقى تخلي بالكم من الامانه كويس قوي، ها؟ وتكن انت وهم لحد ما اتصل بيك. سلام يا حبيبي. سلام. العملية خلصت زي ما رتبنا لها بالظبط. ايوه كده يا سراج، خلينا نشم نفسنا بقى. مش هنقدر نشم نفسنا الا لما نحصل على اللي احنا عايزينه ويبقى ملك ايدينا. الدنيا هتتقلب بعد كده، فلازم نكون عاملين حساب كل خطوة ونمشي على التخطيط بالترتيب. احنا جاهزين وتحت امرك. اول حاجة لازم يبان انه العملية دي موضوع خطف حفيدة ملياردير عشان فدية كبيرة. وبعد كده أنا هعرف ألاعب عامر بيه كويس قوي بعد ما تهدى الأمور. ما أعتقدش خالص إنه حفيدته هتهون عليه، ولا إيه؟ ميرفت، ميرفت أكرم، عامل إيه يا ميرفت؟ أكرم ضربه بالنار وهو خارج مع هيبة الكباري. فتحي فين؟ فتحي هو اللي كلمني وجع الحق في المستشفى. أيوه فعلا أنا كلمته بس ما جاش معاك زين. يجي إيه بس يا ميرفت؟ فتحي الله يكون في عونه دلوقتي يا ميرفت. المهم طمنيني، أكرم عامل إيه؟ مش عارف، ما أعرفش، ما أعرفش. يا حبيبي بطل عمليات يا حبيبي يا أكرم. ما جبناش اللي عمل كده وشغل العصابات نقعد في بيوتنا احسن. فاهم؟ الحقنه دي هتهديها شويه. شكرا يا دكتور. انا عايزه بنتي، هاتولي بنتي. انتوا محدش حاسس بيا يا نورهان. حرام عليكم، حرام. يا حبيبتي اهدي عشان اقدر افهم منك ايه اللي حصل بالظبط. اهدى يعني ايه؟ انت مش حاسس بيا، محدش فيكم حاسس بالنار اللي في قلبي. وبعدين انت تحزن عليا ليه؟ ما هي مش بنتك اصلا. نورهان ما تنصحش كده. انا عايزه صح، عايزة سهر يا بابا. يا نورهان هتقولي بنتي. نورهان اقسم لك ان سهر هترجع، هترجع باي تمن حتى لو كان التمن ده حياتها. انا عايزة فعلا زي ما قال لك كده، سهر هترجع، وانا اوعدك سهر هترجع حتى لو انا ضحيت بكل ما قبلك. سهر ما تسيبنيش يا سهر. هتتصرف ازاي دلوقتي؟ اللي خطفوا سهى اكيد ليهم طلبات، عشان كده انا متوقع ان هم يتصلوا بيك او بيا عشان يقولوا على الطلبات دي، وفي الاغلب هيتصلوا بيك انت يا عامر بيه. هيتصلوا بيا انا؟ طبعا، ما اللي هم عايزينه موجود عندك انت. ايه اللي عندي؟ ثانية يا دكتور والنبي طمنا، أكرم عامل إيه؟ بقاء لله، شدوا حيلكم. لا يا مير، لا يا مير، أكرم يا مير، لا يا مير، قول أكرم يا مير، لا يا مير، أكرم، لا أكرم يا مير. لا
البت دي تسوى كتير، لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. على قولك يا عم غنيم، دي بقت اغنى خلق الله. نريح بقى لحد ما سراج يكلمنا. واجب. من الواضح فندم انها كانت عملية اعدام جماعي. تأكدتوا من خبر قتل اكرم وعلوي؟ زي ما قلت لسيادتك، اكرم اتقتل قدام الكباريه ورجالتنا هناك بيعينوا وبياخدوا اقوال الشهود، وعدوي اتقتل ورجالتنا برضه هناك عشان يستجوبوا مراته. وبالنسبه للجثث سعادتك احنا وديناها المشرحة. وماهر نفد من حظه كان في المطار مسافر، فتحي كلمه عشان يلحقهم، ولما رجع قبضنا عليه. تحفظنا ليه؟ عشان نحميه وناخد اقواله. طب كويس كده، ناقص تقرير المعمل الجنائي ياكد قتل فتحي وتفحمه في الاوضه ولا لا. ما ده غالبا اللي حصل. وسيادتك شاكك في حاجه؟ خلينا ما نسبقش الاحداث، زي ما معانا جثث اكرم وعدوي ومتحفظين على ماهر، لازم كمان يكون معانا دليل قتل فتحي من عدمه. مفيش داعي للقلق يا طارق بيه، احنا رجالتنا شغاله وشغاله كويس قوي كمان، كلها كام ساعه وكل حاجه حبان. لا للكلب، نفذوا انتقام من الكل في وقت واحد. يا فندم اللي حصل ده في منتهى الخطوره، احنا لازم نقبض على سراج وشكري فورا. لا يا ساره، ما ينفعش نستعجل، ما تنسوش ان سوها معاهم، وكمان احنا معناش اي دليل ان هم ورا اللي حصل ده. انقاذ سوها هو مهمتنا في الفتره اللي جايه، المهمه دي لازم تتنفذ بمنتهى السرعه ومنتهى الحرص. انا هطلع المديريه دلوقتي اقعد مع سليمان بيه نرتب ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. انتوا كملوا شغلكم، تجيبوا اقوال الشهود وتقرير المعمل الجنائي وتحصلوني على المديريه. حاضر يا فندم. تمام يا فندم.